مشاركتي هالسنة في المعرض مميزة لأن في منافسة بين عطوري. عندي العطر اللي نزلته عطر الليدي ديانا، وايد حبيته، وايد مميز، مكوناته تعجب الكل، اللي هو الليذر، خشب الصندل، السينامون، اللافندر، الزهور التركية. هذا الموسم الناس حابة العطورات اللي يكون فيها شوية فانيلا. اعتمدت عطر تيفاني انه يكون فيه شوية فانيلا. عطر اسمه فانز. اهم المكونات اللي فيه التباكو وخشب الصندل. في شيء بعد وايد حلو اللي هو عطر ليانو ليليان. عطر ليانو ليليان مو عطر اطفال نهائيا، هو عطر كبار. الشيء المميز عندي هالمعرض شيء ما حد سواه نهائيا، اللي هو فلوليس بادي كير، عبارة عن عناية بالجسم. وعليكم بالعافية.